ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين. فيقول نعم ما له داعي هذه التفاصيل ويتجنبها، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يترك الزكاة بسبب الجهل. لا أقول هذا في أدغال أفريقيا، هناك حد للمال إذا بلغ وجبت فيه الزكاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة رحمهم الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. فالمؤلف هنا يتحدث عن النوع الثاني من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو الخارج من الأرض. وذكرنا بأنه نوعان، وكان الحديث عن النوع الأول وهو النبات. وذكرنا في الدرس الماضي بأن النبات تجب في ثمرته الزكاة بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من الحبوب والثمار، والشرط الثاني أن يكون مكيلا، والشرط الثالث أن يكون مدخرا، والشرط الرابع أن يبلغ خمسة أوسق فأكثر، والشرط الخامس أن يشتد الحب أو يبدو صلاح الثمر وهو في ملكه، فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة بهذه الشروط الخمسة. وبناء على ذلك فإنما لا تتوافر في هذه الشروط لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الورقيات من كالنعناع والبقدونس والجرجير والكراث، ولا تجب أيضا فيما لا يكال ولا يدخر كالبطيخ والقرع والتفاح والموز والبرتقال والكمثرى ونحو ذلك، ولا تجب أيضا في أنواع من الخضار كالبامية والفاصوليا والباذنجان وغير ذلك أيضا، لعدم توافر هذه الشروط أو بعضها فيها. قد مر معنا أيضا حديث معاذ وأبي موسى والذي ظهر ثبوته إن شاء الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الزكاة في الخارج من الأرض من النبات في أربع: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وهذا الحديث يؤكد هذه الشروط وأن الزكاة إنما تجب في هذه، ويلحق بها ما كان شبيها بها تماما وتوافر في هذه الشروط التي ذكرت. ويعني يمكن أن يدخل في ذلك مثلا الأرز، يعني هذا هو الأقرب. نعم، وما لم تتوافر فيه الشروط أو كان الأمر فيه مشتبها فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه. بدأ المؤلف الآن يذكر في مقدار الواجب. الآن وجبت الزكاة في الثمار وفي الحب، كم نخرج؟ هل هو ربع العشر؟ هل هو 2.5%؟ أو نصف العشر 5%؟ أو العشر 10%؟ المسألة واضحة والدليل فيها بين. فالمؤلف بين بأنه يجب العشر
فيما سقي من السماء والسيوح. ما سقي من السماء أي بالأمطار، ففي بعض البلدان يكثر فيها الأمطار ولا تحتاج إلى كلفة في السقي، ما تحتاج إلى عمل وبذل وأخذ ماء وسحب ماء وكلفة وجهد من الزارع. فإذا كان الأمر كذلك فهذا تجب فيه العشر، يجب فيه العشر. والناس قديما هنا في نجد يستعملون هذا أحيانا، فإذا كثر الخير في ذلك السنة، يعني كثر المطر، قد يكتفون بالسماء، بسقي السماء عن سقي الأرض بالكلفة، ويسميه الناس بالبعل، فيزرعون الأرض مثلا بالبر بالقمح ثم يتركونه ولا يأتونه إلا عند الحصاد، فهذا ما سقي بكلفة إنما بسبب السماء بالمطر، فهذا يجي فيه العشر. قال: والسيوح، هذا مثال. السيوح هو الماء السائح المنتشر المتحرك الجاري الذي يكون في الأرض، فأحيانا تكون الأرض مبتلة أو أن الماء يجري فيها، خصوصا إذا كانت منخفضة أو مجاورة لنهر أو وادي أو شعيب، ويفتح عليها الماء من هذا الوادي أو هذا النهر كلما أرادوا ويغلق متى ما أرادوا، فهذا أيضا بغير كلفة، فيجب فيه العشر. أما إذا كان بكلفة، قال: ونصف العشر فيما سقي بكلفة، نصف العشر 5% فقط. قال: كالدوالي، الدوالي جمع دلو، أي أنه يسحب الماء من البئر بالدلو، وهذا فيه كلفة ومشقة وبذل من الناس، فكان الناس يسحبون ذلك بالدواب. وقال: كالدوالي والنواضح، والناضح، نواضح جمع ناضح، وهو البعير الذي يصدر عليه، أي يستخرج الماء به، فهو في ذهابه وفي مجيئه يخرج الماء، وهذا يعني يحتاج إلى جهد كبير وإلى دلاء كبيرة ووقت ليس بالهين، ويحتاج مع النواضح إلى واحد أو اثنان لمتابعتها وإشراف عليها وقيادتها ربما أيضا، وربما كانت حيوانات أخرى غير البعير، فهذه بكلفة، هذا في السابق. أما الآن فالناس لا يستعملون، وإنما يستعملون وسائل أخرى وتأخذ حكم ما فيه كلفة، كمن حفر بئرا ارتوازيا ويسحب منه الماء وأتى بالكهرب وجهاز سحب الماء ومدد له ليوصل الماء إلى هنا وهناك، وأتى بما يسمى بالرشاش الذي يرش، أو ببعض الوسائل التي يتم من خلالها تنقيط الماء أو الصب في أوقات دون أوقات. المهم أن هذا كله داخل في الكلفة كحال أكثر الناس اليوم عندنا، بخلاف الأماكن الاستوائية المطيرة. فإذا كان بكلفة ففيه نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة ففيه العشر. والدليل على ما ذكر هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي يسقي نفسه بنفسه بعروقه، تمتد عروقه إلى باطن الأرض إلى مكان الري فيرتوي ولا يحتاج إلى سقاية، فهذا يجب فيه العشر. فبعض الناس عنده نخل وهذا النخل لا يحتاج سقاية، وإن كان لا يوجد ماء على سطح الأرض لكنه ممتد والأرض مبتلة
والماء قريب فيصل إليه بعروقه. وما سقي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بالنضح نصف العشر، أي بالنواضح وسحب الماء بكلفة من البئر من خلال الدلو أو غيره كحالنا اليوم بالوسائل الحديثة. قال المؤلف: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. بدأ بدو الصلاح، متى تجب الزكاة؟ في الثمار وفي الحبوب إذا بدا الصلاح. ما علامة بدو الصلاح؟ في الحب إذا اشتد، لأن الحب مثلا من القمح أو الشعير أو الذرة يكون أخضر ثم ييبس، فإذا يبس وتغير لونه اشتد فهذا هو بدو الصلاح فينتظر الحصاد. وبالنسبة للثمر، إن كان تمرا فهو أن يتلون أن يصفار أو يحمار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا التلون. وبالنسبة للعنب هو التموه وتغير حدته من المرارة إلى الحلاوة، فيلين كان مشتدا مرا، بدو الصلاح أن يلين ويصبح حلوا، فإذا بدأ بالتغير إلى هذا فقد بدا الصلاح ووجبت فيه الزكاة. وبناء على ذلك فإنه لو أن رجلا عنده نخل وأثمر ولكنه قد صرمه قبل أن يبدو صلاحه، صرمه أخضرا فلا تجب فيه الزكاة. طيب ليش يصرمه وهو أخضر؟ إما لرداءته فيعطيه إلى البهائم، أو لأنه أصيب بمرض، فإذا أصيب بمرض ما معروف يعرف أهل النخل كمرض الغبير المشهور مثلا في نجد، إذا أصاب الثمر أتلفه، يعني لا ينفع إلا للبهائم، فإذا رؤي في نخل يجذ ويصرم مباشرة ويعطى للدواب والبهائم، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا تلون فقد وجبت فيه الزكاة، وهذا عند أكثر أهل العلم. الحنابلة عندهم تفصيل، قالوا تجب فيه الزكاة إذا بدا صلاحه، ويستقر الوجوب إذا آواه الجرين ووضعه في البيدر، وهو المكان الذي يوضع فيه الثمر أو الحب بعدما يحصد أو يصرم لفرزه لتنظيفه، وبالنسبة للحب أن يداس حتى يخرج من سنبله. والآن بالنسبة للحب في الغالب أنه لا يحتاج إلى هذا الإيواء، فهو في أثناء حصاده الآلة التي تحصد في الغالب، ولكن لا يزال كثير من الناس وفي كثير من البلدان لا يستعملون هذه الآلات، لا زالوا يستعملون الطريقة القديمة وهو أن يدرس، يعني يوطأ حتى ينفصل الحب عن السنبل. والآن لا، بالمكائن المباشرة، المكينة التي تحصد فهي تحصد الزرع كاملا وتفصل السنبل والورق والتبن عن الحب، فهذا تضعه علفا للبهائم وتخرجه من جهة، وهذا تجمعه أي الحب في مكان مخصص له، فحينئذ يستقر الوجوب. طيب ما الفرق؟ إنه وجب إذا بدأ صلاحه ويستقر الوجوب إذا آواه الجريب.
أو البيدر، نقول هم يقولون بأنه إذا تلف بعدما اصفر أو احمر وبدا صلاحه قبل أن يؤويه الجرين فإنه لا ضمان فيه، أما إذا آواه الجرين وجمعه فإنه حينئذ لو تلف وجبت الزكاة في ذمته. والأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه إذا تلف حتى بعدما آواه وجمعه، إذا تلف قبل مقدرته على إخراجه للفقراء والمساكين وبدون تساهل منه ولا تهاون ولا تقاعس عن ذلك، يعني بدون إهمال، وإنما تلف بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة. هذا هو الأقرب إلى الرجحان والله تعالى أعلم، وهو اختيار أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة قد تلف كله فكيف يخرج منه الزكاة ولم تكن ذمته مشغولة به بعد، لأنه لم يكن مهملا وتاركا للزكاة. فالذي يقول يعني أصلا هو مهمل ولن يخرجها ثم تلف بعد فترة، فنقول لا، هذا قد استقرت في ذمته وإهماله عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. الحب من الشعير والحنطة القمح يخرج حبا. لماذا يخرج حبا؟ يعني ما الدليل؟ لا أعلم دليلا خاصا في هذا إلا عموم الأدلة في ألفاظها ودلالاتها، وحتى يعرف مقداره وأنه قد بلغ 5 أوسق ويمكن أن يكال، أما إذا كان مع في سنبله فإنه لا يمكن أن يكال. ولا الثمر إلا يابسا ليكون صالحا للادخار، ليبقى عند المحتاجين والفقراء مدة طويلة عندهم، فهذا هو الأحظ للفقراء والأنفع لهم، كالحب يبقى ويدخر، وكذلك الثمر الذي يدخر من الزبيب والتمر. أما إذا أخرج رطبا، لأن ثمرة النخل تمر بمراحل، في بداية التلون تسمى بسرا ثم ترطب، تبدأ الرطب، ثم إذا اكتملت تبدأ بعد ذلك بأن تكون تمرا، فإما أن تكون جافة أو تيبس أو تكنز، أي يوضع بعضها على بعض ويرص بعضها على بعض ويستخرج ويخرج منها الدبس بعد ذلك. فهذا إذا كان بهذه الحالة مكنوزا أو مجففا أو يابسا فإنه حينئذ يكون صالحا لإخراجه، أن يخرج من الزكاة. أما إذا أخرج بسرا أو رطبا فإنه في الغالب لا ينفع الفقير إلا مدة زمنية محددة، مدة أسبوع أو أيام، والغالب أنه أيام لا يزيد، ثم يتلف ولا يكون ملائما أو مناسبا، وربما بقي الأسبوع والأسبوعان، لكن لا يكون مدخرا، يعني لا يدخر ويبقى مدة طويلة، وهذا هو الأحظ للفقراء والمحتاجين غالبا. والدليل على ذلك بالنسبة للتمر والزبيب ما جاء في النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الثمر وما يجب فيه ذكر التمر، ذكر أو تمر كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وذكر أيضا في حديث معاذ وأبي موسى حينما ذكر الصنم الأربعة ذكر التمر، وبناء على ذلك فإن الذي يخرج هو التمر، ولا يخرج رطبا ولا بسرا، لا يخرج بلحا، وإنما يخرج تمرا. والتمر له أشكال كما أسلفت، قد يكون مكنوزا وقد يكون لا يابسا أو مجففا. بعض أنواع النخل لا يتمر،
وإنما يرطب ويفسد بعد ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة ويخرج رطبا. وبعض أنواع التمر أيضا يتمر، يعني يتمر لكنه يكون رديئا، إذا أصبح إذا كان تمرا فهو رديء، يعتبر رديئا لا يحبه الناس وإن كان صالحا للأكل، ولكنه أفضل بكثير إذا كان رطبا أو بسرا، كالبرحي مثلا، تمر البرحي الأفضل والأجود أن يكون بسرا، وتقل قيمته كثيرا إذا كان تمرا. وصدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز إخراج البرحي بسرا ولا يلزم انتظار كونه تمرا، لأن الناس يجذونه بسرا ويخرجون زكاته بهذه الطريقة، ولا يحتاج أن ينتظروا حتى يتمر ثم يخرجوه. وأقول المسألة في هذا إن شاء الله فيها سعة، وإن كان الأولى أن يترك حتى يكون تمرا، لأنه وإن كان أجود في الطعم بسرا إلا أنه الأنفع على المدى البعيد والطويل ومدار السنة أن يكون تمرا ليبقى، بخلاف البسر فإنه لا يبقى معهم إلا يعني أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، لكن من أخرجها بسرا ورأى أن ذلك هو الأحظ للفقراء فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، وقد ذكرت لكم أو نقلت لكم الفتوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا اللقاط ولا ما يأخذه أجرة الحصاد ولا ما يأخذه أجرة لحصاد أو أجرة لحصاده ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. فهذه من محترزات الشرط الخامس، وهو أن يكون مملوكا لديه حين ودو الصلاح. أما هنا فقد تخلف هذا الشرط، فهو لم يملكه أثناء ودو الصلاح حينما وجبت فيه الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك، فوجبت الزكاة على من ملك أثناء ودو الصلاح ثم باعه، فالواجب على من باعه، والمشتري لا تجب عليه. طيب غير المشتري الذي أخذه أجرة لحصاده، لحصاده للزرع أو أجرة لصرمه للنخل أو للقاط، اللقاط الذي يلتقط ما سقط من التمر في الأرض، فإنه أثناء صرام النخل يسقط تمر في الأرض، فيأتي بعض الناس فصاحب النخل يتفق مع عامل مثلا على أنه يأخذه بنصفه مثلا أجرة، هذه طريقة. وبعض الناس لا، يتركه لمن أراد أن يلتقطه يعني مالا مباحا للفقراء والمحتاجين، ومن أراد أن يدخل ويأخذ ما سقط في الأرض فلا بأس. فهذا إذا جمع من هذه المزرعة ومن هذه المزرعة ومن هذه المزرعة ثم بلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة، لاختلال هذا الشرط الذي أشرت إليه قبل قليل. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، يعني الإشارة إلى أن الكسب قد يكون بوسائل مختلفة، ومن ذلك يعني قد يكون بالشراء وقد يكون بالهبة أهيب إليه، فإذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح فإنها لا تجب عليه، وإنما تجب على من بدا الصلاح وهو في ملكه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضم صنفا من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. والمعنى لو كان عنده أنواع من الحب وأنواع من الثمر، عنده زبيب وعنده تمر، عنده زبيب بلغ 3 أوسق وتمر بلغ 3 أوسق،
هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، لكن إذا جمع بلغ النصاب. فيقول المؤلف: لا يجمع بين الأصناف المختلفة، هذا تمر مختلف وهذا زبيب شيء آخر، فلا يضم هذا إلى ذاك. وكذلك أيضا بالنسبة للشعير والقمح، لا يضم هذا إلى هذا في استكمال النصاب لاختلاف الأصناف. والقول الآخر في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، قال: يضم بعضها إلى بعض، يضم المتشابه، يضم الشبيه إلى شبيهه، كما يضم الظأن إلى الماعز والجاموس إلى البقر والبخات إلى العراب الإبل، فكذلك أيضا هنا يضم الشبيه إلى شبيهه. وربما كان الزبيب بعيدا عن التمر، لكن الحبوب يتوجه التشابه فيها، وبناء على ذلك فإني أقول الأحوط في الحبوب المتشابهة أن يضم نصاب بعضها إلى بعض. قال المؤلف: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. هذا المثال ينطبق على التمر، وربما انطبق على غيره، لكن على التمر بشكل أوضح، لأن التمر أنواع كثيرة جدا ومختلفة. فإذا كان عنده في المزرعة أنواع مختلفة، عنده سكري، وعنده من التمر أيضا خلاص، وعنده الصقعي، وعنده الشيشي، وعنده خضري، عنده روثان، عنده شقرة، فكل نوع من هذه الأنواع تجتمع في صنف واحد وهو التمر، فيضم بعضها إلى بعض ولا يفرق. طيب، وبالنسبة لإخراج الزكاة، ذكر المؤلف أيضا أنه من مقتضى العدل وعدم الظلم، لا لحق المزكي ولا الآخذ وهو الفقير المحتاج، أن يخرج من كل نوع. فإذا كانت مزرعته مثلا من الخلاص ومن السكري، فإذا كان نصفها من هذا ونصفها من هذا، ما يخرج من نوع واحد، وإنما يخرج من هذا جزء ومن هذا جزء بالسوية. فإذا كانت السكري مثلا ثلاثة أرباع المزرعة من السكري والربع من الخلاص، فيخرج ربع زكاته من الخلاص، ثلاثة أرباعها من السكري، وهكذا. وهذا ليس عليه نص خاص، وإنما هو مقتضى العدل في قضية وجوب الزكاة مما وجب في المال، فالزكاة تجب وجبت في هذا المال فنخرجه منه، وهذا أقرب إلى العدل. لكن لو خالف وكان من أوساط المال فهو مجزئ إن شاء الله تعالى. ثم ذكر مسألة سبق ومرت معنا ودليلها، وهو إن أخرج الجيد عن الرديء، فلو كان عنده مثلا تمر دون وعنده تمر جيد، وقال: أنا سأخرج زكاتي للفقراء من التمر الجيد، فنقول هذا هو الأفضل، لكنه ليس بلازم، ولك أجرك بما أنفقت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ذلك ودعا له بالبركة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين فيقول: نعم، ما له داعي هذه التفاصيل، ويتجنبها، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يترك الزكاة بسبب الجهل. لا أقول هذا في أدغال أفريقيا، هناك حد للمال
إذا بلغ وجبت فيه الزكاة.